بكرة نقراها. الله يسعدكم ويبارك فيكم. ها أبو سليمان يا لبي، عطنا 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 علوم. والله يا طويل العمر فيها طران يا أبو عبد الله، يعني بعض الأمور تجيب بعض. زمان يا طويل العمر والله كنت أحب السيارات، ولكن العين ولد اليد إيش؟ نعم قصيرة، تفهمونا. نعم ما كانت طال عمرك الظروف هنا مهيئة يعني كل واحد يشتري سيارة. اللي كان يشتري سيارة طال عمرك ولا عنده سيارة، حتى لو كانت سيارة نقل ينقل فيها بضائع، على هذا هذا طال عمرك عندنا طال عمرك حاجة ثانية. والله إن فلاشة إن طال عمرك إن في صدر المجلس، وإن كرامته إنها زاهبة وعلومه زينة وهو محظوظ. لأنها كانت الظروف يعني الحمد لله اللي غير الله الأحوال إلى أفضل، وإحنا فيما وإن كان ذاك الوقت والله ترى الناس في خير وهذا، لكن الوسائل اللي توفرت يا إخوان الآن طال عمرك من ضمنها أبو عبد العزيز الآن طال عمرك الجوال طفي، والجوال من أهم الوسائل وأجملها وأحلاها طال عمرك اللي نستخدمها الآن. لا شك، يعني كل ما يطري على بالك في جوالك، إذا فقدت الجوال من غير شر تحصل كأنك وأنت مع أهلك بين أولادك وفي بيتك وفي مجلسك ولا مع أحبابك ولا في القناة ولا في الطريق، كأنك طال عمرك كأنك لحالك كأنك عايش لها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن اني اشتريت لي ذاك السيارة يا طويل العمر سيارة، لكن على مستوى انتم تذكرون السيارات الجيوب التايوتا اللي كان طال عمرك القديمة اللي غطاه شراع من برا، اي بالله شراع، ولها مرايات على عصي كذا طوال كذا طوال على اليمين والشمال. اي والله، ونويت اني اروح اسافر اتشرف بالمثول بهذا الجيب امام المجتمع الاحمري. يا سلام، عشان طال عمرك اذا وقفته عند البيت ياتون راسك ما فوق راس. كل الناس ياتون يرحبون ويطالعون في هذا الجيب. المهم خط الجنوب ذيك الايام يا دكتور، ولا يهون الاخوان ولا يهون الاحباب، مظلله، منطقه اسمها مظلله، تبعد عن الطائف يمكن حوالي 100 كيلو ثم ينقطع الخط. وتخبرون جبال السروات، جبال السروات مفتوح الخط مع تمهيد، تمهيد لكن معانا والله يا أخوان الله من نحمد. المهم سافرت بالجيب هذا يا طويل العمر، يوم وصلت والله لنهاية الزفلت وقفت في قهوة. قد تزوجت خذيت أم سليمان، أم سليمان ولا بعد؟ أم سليمان أول مرة أروح أنا وياها إجازة، قضينا بعد في الرحلة ذي ولا في نفس الرحلة؟ السيارة عام 9 يشخص الجيب عام 91 أو 90، عام 90 ولا 91. ها الله يا طويل العمر دخلنا هاك القهوة. والله يا جماعة كل ما أرجع وأروح مع خط الجنوب لأن الزفلت جاء من حول القهوة هذه، وهي مسقفة كذا مفتوحة، هذا مسقفة بخشب، ولا زلت أذكرها أطالع فيها وأتذكر يعني. المهم دخلنا القهوة يا طويل العمر، الله يجيركم، شربنا دله وبراد ولا كذا، وجيت انا اشوف اهل المرسيدسات يا ابو حاتم ولهن الربع اذا وقفوا زمان يفتحون الكبوت، يرفعون الكبوت طال عمرك ويحطوا طال عمرك هذا عشان دبال. والله لا في وتبي تقارن سيارتك بالبراد، ثقافه في بالي والله اني صادق ترى ما. المهم الله يجيركم، اثراجت ذيك الاعاصير طال عمرك، وارفع الغطاء الكبوت الجيب المهبول ذا، وتعالي نازل يا العصر، العصر طبعا لازقة فوق في بطنه. سبحان الله بقدرة من قادر طال عمرك جت على غطى الشاكوش، فكسري غطى الشاكوش وكسري الشاكوش. الله والله ما اكذب عليكم، صلينا المغرب وندرنا طال عمرك عشان نمشي، لا والله طال عمرك ما يشتغل الا ما يوم هذا جيت للكبوت قطاح فيني شفتوا لها ايات في الجنوب، ايه ايه شنكار شنكار ترفعه وتربطه، ايه الطرف الثاني شنكار وتربطه، ايه يمكن ما يسعفنا الوقت اظن ما عندنا. لا لا معك معك. المهم يا طويل العمر ربطت الشناكير هذه وشغلت، ادق سلف يدق سلف، واسمع طال عمرك زي القزاز طاح تحت. افا جنبي تاكس طال عمرك محمل ركاب جاي، ما ادري والله جاي من الباحه ولا جاي من ابها. انت الان وقتك وشو؟ بعد المغرب. الله قال الرجال لي يا ولد يا ولد يا راعي السياره، ترى السياره يطيح منها اشياء وتحدث شرارات كذا ما هي طبيعيه، ايه السياره لا تحترق عليك. انا تحت الكبوت يفتح الله شيء ما اعرف شيء. ما عندك خلفيه؟ ما عندنا، ما قدرنا السيارات ولا نعرف ايش السيارات. اللهم من الجيب هذا اشتريته من واحد صديق وما لا قصه، حتى انا ساعدني بالقيمه، والقيمه والله ما دفعتها كلها. قلت الله تعال تعال الله يهب لك حظ مثل الحين، تعال الله يهب لك حظ على رجل. قال ايش تبغى؟ قلت يا اخي شوف ايش في السياره.
فكينا الكبوت ورفعناه يا طوال العمر، الرجال مسك على راسه حولك وتلك ايش بك يا رجال؟ قال يا اخي هذه مكسوره، هذه مكسوره، هذه منتهيه. طيب ايش الحل؟ صلحها. قال لا اصلحها. ايش صلح؟ ما اصلحها، هذه يبغى لها قطعه غيار، ولا عندك قطعه غيار؟ انا ادري من الوكاله الا في الطائف ولا ف اي والله. تخبر ذيك الايام الدكاكين غالبيتها يا ابو عبد العزيز مع المغرب يسكروا سكروا بالكثير الا العشاء. ايه والله يا طوال العمر انا لله وانا اليك اللهم راجعون. قلنا طيب عطني اياها. خلينا الجيب محل طال عمرك وجيناك وقلنا تدري خذنا معك. اي والله وجهه سياره فيها خمسه. احنا طال عمرك على الطائف جينا انت والحرمه انا جينا في الطائف يا طويل العمر الى الدكاكين مقفله. يا الربع قالوا في واحد اسمه العواجي وكيل تويوتا ما يروح عن بالي. قالوا هذه طال عمرك ما تحصل لها الا عند الوكيل العواجي. ايه حين ما فيها لا الظروف. طيب ايش الحل؟ قالوا والله ما عاد يفتحون بعد صلاه العشاء مقفلين. ايوه ما عاد يفتحون الا بعد العشاء الا بكره. إيه. خلاص صلوا. المهم اطول عليكم السالفه اني باختصرها. دلوني على بيته ورحت دقينا عليه وجزاه الله خير وفتحنا وجاء اعطانا طال عمرك ورحنا طال عمرك واسعفنا السياره. وللحديث بقيه لان فيها قصيده. اوه هذا حديث بقيه. باذن بس يا ابو اي بالله.